ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان السيد عبد القادر النايل الناشط السياسي. مرحبا بك يا سيد عبد القادر. اذا هل ستتمخض عملية العد والفرز اليدوي عن نتائج مغايرة لما اعلن سابقا؟ اهلا وسهلا بكم ولمشاهديكم الكرام. العد والفرز اليدوي هي وسيلة تزوير اخرى ارضائية، وبالتالي ستكون جزئية، ونفس الذين اشرفوا على عملية تزوير الانتخابات الالكترونية هم ذاتهم من سيقوم بعملية الاشراف والعد الفرز اليدوي، وبالتالي من اجل تسوية بعض المقاعد التي لن تؤثر على ما يجري من تحالفات الكتل او مقاعد الكتل الاساسية التي تهيمن عليها ايران بالدرجة الاساس، والتي لن تجرؤ اي مفوضية او اي اتجاه للذهاب بالعد والفرز اليدوي العراق، وبالتالي هذا سينعكس حقيقة على إرضائيات معينة لبعض الشخصيات من أجل إدماجهم في داخل جسد الحكومة أو في داخل جسد البرلمان، ومنهم من لم يتم تسوية ملفه سيتم منحه وزارة، كما روج بعض الأطراف الإيرانية على أنهم يرشحون رئيس البرلمان السابق ليكون وزير الخارجية، وعلى هذا الأساس تجري هذه التوافقات برعاية السفارة الإيرانية وبحضور حقيقة فريق مهم من الحرس الثوري الإيراني بزعامة قاسم سليماني في بغداد، أجل الاتجاه إلى إكمال تشكيل الحكومة المهيمنة، تكون إيران المهيمنة الأكبر عليه. ولكن يعني تدقيق جزء من الصناديق في بعض المناطق ككركوك أظهر فرقا هائلا عن النتائج المعلنة بحسب ما أكدته الجبهة التركمانية أيضا وحتى الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ما دلالات هذا؟ بالتأكيد ما جرى في كركوك هو واضح تماما على أنه النتائج مغايرة بالعكس وبالكامل ما بين التصويت الإلكتروني والعد والفرز اليدوي. هذا يؤكد المفروض على أن الانتخابات مدورة، وعندما يكون تزوير في الانتخابات يفضي إلى أن تكون في كل العراق عمليات العد والفرز اليدوي. لو كانت كركوك قد تم فيها العد والفرز اليدوي مطابق للنتائج الأولية لا أصبحت حجة الذين يقولون الانتخابات مدورة ربما ضئيلة أمام، لا بعد ثبوت العد والفرز على أن نتائج كركوك مغايرة كان المفروض أن يحدث باتجاه فتح صناديق العراق جميعا وباتجاه الإقرار الكامل بأن هناك تلاعب بنتائج الانتخابات وتسييرها، وهذا يفضي إلى أشياء مهمة كإلغائها أو إعادة الانتخابات، لا سيما أننا الآن نعيش فراغ دستوري حقيقي في العراق في ضمن إطار عمليتهم السياسية وقوانينهم، وبالتالي نحن لا نعترف بهذه العملية السياسية مطلقا، لأنه أولا البرلمان انتهت صلاحيته ولم تمدد الحكومة لتكون تصريف طيب. أعمال، وبالتالي أصبحت حكومة وبرلمان بلا شرطية وجودها، وهذا يقتضي أن تكون هناك تدخلات دولية لمجلس الأمن الدولي أكثر. يعني هل ستنتهي الأزمة بإعلان نتائج العد والفرز أم أن هذا الأمر سيؤول إلى صفقات سياسية لإرضاء بعض الكتل والأحزاب الخاسرة؟ بالتأكيد الأمر باتجاه الصفقات السياسية من أجل إرضاء جزء من بعض الشخصيات أو الكتل السياسية التي تريد واشنطن أن تتواجد هذه الكتل باعتبارها أقليات داخل مجلس النواب، وبالتالي الإيرانيون غضوا الطرف من أجل أنهم مسيطرون على بقاء الميليشيات كالذراع الأكبر والأقوى في الحكم بالعراق، وبالتالي ما موجود هو صور تشكيل صوري لحكومة قادمة، وهم حقيقة مطمئنين على نفوذهم، وبالتالي ما يجري هو عملية صفقات كما أسلفت لك، حتى الشخصيات التي يئست أنه تعود عبر العد والفرز طيب. عبر الكثير من الامور وعدت مناصب سياديه ووزاريه في تشكيل الحكومه. السيناتور الامريكي لينسي جراهام اقر بان الاقبال في الانتخابات كان ضعيفا. ما الذي تقراه من هذا التصريح في هذا الوقت؟ ولماذا التمسك اذا بالعمليه السياسيه من الجانب الامريكي؟ بالتاكيد هذا سيفتح كثير من الامور، وهناك حقيقه طرف امريكي ايضا لاعب مهم هو لا التمسك بالحكومة والعملية السياسية، لأن الشعب العراقي أمام العالم شعوبا وحكومات وأنظمة وجميع الأجهزة تعلم أن العراق لم يشارك أبنائه في عملية الانتخابات، والانتخابات ك
كما معلوم تماما لم تتجاوز 18%، اي بمعنى فقط السياسيون وحماياتهم وعوائلهم قد ذهب الى الانتخابات مع التصدير. وبالتالي هذا يعطي من هذا التصريح انه الحكومه القادمه وبرلمانه القادم غير شرع، لانه حقيقه نسبه المقاطعين اكبر، بدليل على انه الاعترافات بشكل رسمي تقول انها ضعيفه، وهذا حقيقه ما يفهم من هذا الكلام. وبالتالي العالم حقيقه يعلم تماما انه سيتعامل مع حكومه غير شرعيه فاقده التشريع من الشعب، وفاقده أن الشعب منحها الثقه بسبب المقاطعه الكبيره والهائله. وهذا اعتراف حقيقه سيفضي الى ما بعده، لانه الانتخابات في كل العالم تجد اجل الذهاب الى الاستقرار او مساهمه في الاستقرار الا في العراق. هذه الانتخابات وما يتهم تشكيل الحكومه وهيمنه ايرانيه افضل بشكل واضح على استعراض وتواجد الميليشيات وتواجد الايرانيين في العراق، فبالتالي هناك ستكون العراق ساحه صراعات بين الولايات المتحده وايران على المستوى النقود والاقتصادي. هذا كله حقيقه سيلقي على انه الانتخابات وتشكيل الحكومه القادمه هي باب ابواب الصراع والفوضى القادمه في العراق، وهذا كله يعلمه العالم حقيقه. لذلك جاءت هذه التصريحات. شكرا جزيلا لك من عمان هاتفيا سيد عبد القادر النايل الناشط السياسي.